بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب بخاصة في شهر رمضان احرص على عدم تناول الطعام الحار الطعام الحار والشراب الحار ثبت علميا أنه يسبب ما يسمى بسرطان المري أعاذنا الله وإياكم منه الطعام الحار لا بركة فيه لذلك ينصح الأطباء بضروره ابراد الطعام او جعله فاترا على الاقل ثم تناوله الطعام والشرب ومن الخطر الطعام الحار يسبب السرطان هذه معلومه مؤكده تحدثنا عنها مرارا واذكركم بها في هذه النصيحه ولكي نؤكد هذا الكلام نلجا الى الحبيب عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر قبل أربعة عشر قرنا عندما قال أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله